هذه اعوام وانا كنهتم بالشان العام، هذه اعوام وانا كنفكر في حل لهاد المشاكل ديال هاد البلاد، الطريقه الجديده لممارسه العمل السياسي. والحمد لله لحسن الحظ كاين ناس اخرين اللي تاهما كانوا كيتسالوا نفس الاسئله في نفس الوقت، وتجمعنا باش نخلقوا حركه معا اللي الهدف ديالها الاول هو ان المواطن يكون في قلب التطلعات ديال الممارسه السياسيه، وهذا الشيء اللي بغينا. كنامن بان خلق ولا اعطاء الفرص للشباب اللي خلق مقاولات ناشئه وما يسمى ستارت اب انه واحد الطريقه اساسيه باش نقللوا شويه من هذه التفاوتات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي في 2018 وصلت لواحد الحد اللي عمرنا ما شفناه في هذه البلاد. والخراط في حركه معا هو السبيل الى تقليص كل هذه التفاوتات ولخلق منظومه اجتماعيه جديده.